يا فتاحة ليه؟ عايزة حاجة يا طلعتي؟ عوضكي طيبة، أنا بس جيت أشوف أهل مصهرك لغاية دلوقتي. مش جايين نوم؟ معلوم يا كبدة على حب ولا طن. إيه الكلام ده؟ حب إيه؟ حب وطب ولا حد استمع علي. اختشي يا طماطم، انا ما اعرفش الحاجات دي. ربنا يوعدك بيها زي ما وعدني. ايه انت بتحبي؟ بحب، ده انا كل حب طلع احب ونزل احب ونايمه احب ومشي احب، واللي بحبه ده دلع ويجنن. وهو مين اللي بتحبيه؟ شلاطين، شلطم قلبي بشلاطيمه، الله يشلطمه. وهو بيحبك؟ بيحبني؟ ده بيموت في دباديب دباديبي. حبيته بعد ازاي؟ ازاي وهي دي عايزه ازاي؟ الله يرحمه امير الشعراء مش قال ان الحب بسطهم فضحكتهم فمأذونهم فجوازهم. وبعدين نامي دلوقتي والصبح بيسألي سي احمد. سي احمد وماله مال كده؟ والنبي ايه، خش في عبي خش، لو انا مش عارفه ان كل السؤالات دي امتحان في الحب. بس اقعد جيبي سيره. لا ما تخافيش، نامي دلوقتي والصباح رباه. لا انا حبيتك الاول، لا انا قبلك. احمد احمد شلاطين. ايوه اصحى يا اخي، النهار طلع وبقينا الصبح. انا عندك حق، تعبت قوي، كبس عليا النوم من غير مضر. ايوه في الحقيقه انت تعبت قوي، انما انا تعبت اكتر منك. انت تعبت من التشخير؟ لا لا لا، تشخير مين يا استاذ؟ ده انا حلمت حلم، تصور ان انا حلمت ان انا واقف قدام المكنه المكسوره عمال ادور لغايه ما وسطي وسط اتقطم، وتلاقيني بعد ما قمت من النوم مفشفش مدشش خالص. الله يكون في عونك، انت راسك ما اتغطتش كويس. اللي قول لي يا عم، صالح متقيف ومتلمع كده، رايح على فين؟ ايوه اصلي مستني البنت طماطم عشان نخرج نتفسح سوا، تيجي معانا؟ لا يا عم انا ماليش دعوه، ما بحبش اكون عزول. يا سيدي عزول عزول ما يهمش، بس ما دام انت اللي هتدفع. الله، انت عادمني على فسحه ولا انا اللي هدفع؟ يا سيدي معلش، الجيب واحد. شلطم اهلا. حلمته؟ اهلا. صباح الخير يا سي احمد. صباح الخير يا طماطم هاني. ايه ده الفستان الجميل والقيافه دي كلها؟ والله المره دي فصلت عن الخياطه بتاعه الست فتحيه. اه الا على فكره الست فتحيه ازيك؟ ده على نار في انتظار. على نار؟ في انتظار مين؟ يا حبيبي تعالى الحقني، شوف ايه اللي جرالي. مين ابو عودة؟ انا مش قادر افهم بعدك ايه وغربك ايه، مش عارف افهم منكم حاجه ابدا. ايه؟ هتعمل لي عبيط؟ يعني في انتظار حضرتك؟ ايوه كده، هتهاله على بلاطه. يا ناس حرام عليكم، هي كل واحده ما تكلم واحد معناها بتحبه؟ لا، تبقى بتموت فيه. خلينا هنا، ربنا يوعدها بابن الحلال. وهي هتلاقي ابن حلال احسن منك؟ والله ما هي عايزه غيرك، اسالني انا. يا اسيادنا سيبونا من السيره دي، احنا مالنا ومالها، هي فين واحنا فين؟ احنا قدها 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 وقدود، ما انا بس مهندس قد الدنيا اهو، وهتجوز واحده هالفوته، تقدر تقول لي خدت ايه؟ انا هالفوته يا رد الرد يا بسطره، هدي يا جبنه قريش، يلا تروح السوق ما تتباعيش وتيجي في البيت ما تتاكليش. صوتك يا عم جرايه يا عاشوره يا خلفه الخنصوره يا سي احمد، حالك دماغك جبهالك الارض. انتوا هتتخانقوا ولا هتتفسحوا؟ طب اتفضلوا بقى من غير ما تروح. طب ايه بقى بنزق؟ يلا اتفضلوا قدام. بص صباح الخير يا ست هاني. صباح النور يا احمد افندي، اتفضل. يزيد فضلك يا ست هاني، هو عم الحاج موجود؟ ايوه في الحمام وخارج حالا، عملت الكشف اللي اتفقتوا عليه. جاهز يا فندم. يعني في امل ان المكنه تتصلح؟ باذن الله يا فندم. تحب تشرب قهوه ولا شاي؟ والله انا مش كيف، انما اللي تأمريه يا فندم. انا اسمي فتحيه. عارف يا فندم. اتفضل استريح، اتفضل. حاضر يا فندم. لا اتفضل على الكرسي ده. حاضر يا فندم. ايه رايك يا احمد؟ ايه يا فندم؟ في الصوره. صورة ايه يا فندم؟ قصدي اهو المكنه هتتصلح صحيح؟ اه المكنه باذن الله يا فندم. طبعا اذنك لحظه لما اروح اعمل لك قهوه. اتفضلي يا فندم.